نفسي للدرجة دي ما كنتش جاهزة انه ما ساعديني انا محتاجة كذا انا هيك موجودة. ازيك ما عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة وانتي طيبة. رمضان كريم. طبعا عاملين فيها ان احنا مش شايفين بعض بقالنا 10 دقايق. ازيك يا هديل؟ او صراحة انا مبسوطة جدا بهذا اللقاء للمرة المليون. طبعا عادة بنعمل انا ومها الاعداد دي في البيت وكده، بس النهارده قررنا نتقابل في محل سيفورا. قرار مفاجئ. غير متوقع. غير متوقع، احنا بنحب نفاجئ الناس. هنعمل قعدة فين؟ في محل سيفورا. ايوه ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ هو رمضان شهر الواحد لازم يكون فيه قيمة تجدد مختلف. بالظبط كده. وانتي عارفة سيفورا دايما بيحبوا يركزوا على الإلهام ومعايير الجمال بصورة غير نمطية، وانه جمالنا دايما في اختلافنا، فليه ما نكونش مختلفين؟ عشان كده احنا جينا هنا، عشان كده احنا عاملين مقابله دي هنا. طيب يا هديل احكي لي، منو مصدر الهامك الاول؟ بغتيني، كنت لسه اسالك انا السؤال ده. منو مصدر الهامك الاول بسرعه؟ مش انت؟ لا اوكي. بصراحه انت ملهمتي يا مها، عشان كده انا جايباكي النهارده. بصي انت كمان ملهمتي، اقسم بالله. لا 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 بس بجد افتكر ايام ما كنت في الجامعه، لان انا الاختصاص اللي كنت بدرسه ما كنتش حباه، كنت عايزه اطلع منه باي طريقه، وانت كنت عارفه الكلام ده، فكنت دايما بتقولي لي هديل ليه ما تعمليش الحاجه اللي انت بتحبيها. وبعدين صحيح طلعت عينك وقعدت تحاولي تقنعيني 3 سنين ان انا ابدا في صناعه المحتوى، بس لولا الدفعه دي منك ولولا الايد اللي مديتيها لي انا ما كنتش وصلت للمكان اللي انا فيه النهارده. او ماي جاد. صراحة انت اللي عرفتيني اصلا يعني شنو سوشيال ميديا ويوتيوب، فاستغربت انه انا اول فيديو نزلته بالصدفة. كان عندنا امتحانات، كان عندنا فاينل ثاني يوم، ثاني يوم فاينل، وفجأة نزلت فيديو، وفجأة الفيديو ات ونت فايرل. بعدين تتذكري الفترة دي كانت غريبة شديد، ف كنت بقول لك هديل انت اللي المفروض تكوني يوتيوبر، ما انا. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ انت اللي بتحبي اليوتيوب. وهونستلي انت ماي انسبيريشن. تتذكري اول ايام او لحد هسه نحن كل الفيديوهات بنشتغلها مع بعض، انا كل ما اصور فيديو لازم اسالك شنو رايك. نفس الحاجه انا بعمل، وكل ما اكتب سكريبت لازم انت تغيريه. لايك ايه ده؟ لا 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 ادس. بعدين اي ريمبر كل ما اكون ما عارفه اجيب فكره من وين او اعمل شنو، على طول اي نو انه انا لو اتصلت بيكي او رسلت لك مسج حطلي عليه فكره من نو وير. انا ما كنتش مستعده للموضوع يكون شخصي للدرجه دي، ما كنتش جاهزه. لا بس باي ذا واي اي فيل، حاسه انه دي فرصه حلوه شديد انه نحكي للناس عن قدر شنو نحن بجد. يعني حتى لو بنصور اعلانات ما لنا علاقه، يعني ممكن انا اصور اعلان انت ما تكوني اصلا فيه، ولا انت يكون عندك اعلان منفصل، انه نحن بنكون بنصور بعض وبنساعد بعض وبنكتب لبعض، وهافينج المساحه الامنه دي بتاعت الدعم. ايوه بجد انا ما بحس انه انا حكون نفس الانسان لو ما كنت انت معي. انا برضو ممتنه بشكل غير طبيعي، لانه ما اعتقدش حياتي كانت هتاخد المنحنى اللي هي خدته ده النهارده، لانه انا شخص شكاك جدا، انا بشك في نفسي طول الوقت، يعني عندي تدمير ذاتي، يعني دايما تحطيم الذات فقط، تحطيم كسر الخواطر فقط. كنت انت دايما تقولي لي لا ليه، اه عادي، ايوه بتنعمل كده. انت عرفتيني على صوت جديد انه طب ليه، طب ما ممكن هتعملي 1 2 3 دي الخطوات، فده اداني دافع وحافز وعرفني على امكانياتي، وانا عارفه انه انا مش اسهل شخص في التعامل. خالص. فصبرتي عليا كتير صراحه، وانا جدا ممتنه للشيء ده. اللي اعتقد بيديني دايما احساس ان انا مسنوده هو ان انا ممكن في اي لحظه اكلمك واقول لك انه مها ساعديني انا محتاجه كذا، انا هيك موجوده باي حاجه، لو الموضوع شخصي، لو الموضوع شغل، لو الموضوع حتى لو تافه، حتى لو انا مش عارفه البس ايه، انا عارفه ان انا ممكن اكلمك هتبهدليني شويه بس هتساعديني. فبحس ان انا كده مسنوده، عارفه مسنوده. مي تو. يو نو انا لما اكون عارفه انه هدين معي في التصوير، او لما اكون عارفه انه احنا ماشيين ايفنت معين وحتكون هدين موجوده، خلاص بحس انه
كل حاجه تمام يو نو، بحس انه اتس فاين، ايفريثينج از فاين، حتى لو انا ما جاهزه، حتى لو انا عندي مصايب في الحياه، بس بكون عارفه انه ايفريثينج از غانا بي اوكي وين يو ار ذير وذ مي في اي حته. انا ذاتي I didn't see this coming. This is so weird. Why are we crying at a Sephora store? I think ما في زول في العالم خلانا نعمل interview على inspiration قبل كده. أكبر حاجة تعلمتها منك أنه صح أنت عندك تحطيم الذات، ممكن تكوني بتقولي لنفسك أسوأ كلام في العالم. يعني لو عندي a bad day وتكلمت مع نفسي بطريقة ما كويسة، خلاص حياتي بتنتهي، بقعد بحبس نفسي في الأوضة. بس أنت you have discipline بطريقة أنا عمري ما شفتها قبل كده. يعني حتى لو في إعصار، نحن في نص الإعصار وعندك أنت deadline أو project أو حاجة، حيحصل يلا يلا مشينا مشينا يلا يلا مشينا مشينا. لا يعني هديل ممكن يكون عندها أصعب يوم في العالم، ممكن تكون حرفيا بتحارب في الحرب، وبعدين أنت وين؟ والله أنا عندي تصوير بتاع ما أعرف شنو. What؟ خلاص خلينا نرجع للكلام الطبيعي. أيوة أنا بمناسبة الكلام الطبيعي أنا عندي ليكي سؤال طبيعي. تفضلي. ايه هي كانت اللحظة اللي حسيتي فيها في الكارير بتاعك، شفتي كلمة كارير دي كارير متعوبة عليها، واو، ان انت نجحتي، من اللحظات كده اللي انت دايما تفتكريها؟ اوكي، اكتر لحظة حسيت انه انا يعني بجد حسيت بفخر ما طبيعي لما شفت الاطفال في المدرسة قاعدين يغنوا الاغنية اللي انا عملتها في طابور الصباح. الله، انت ما حكيتيليش الموضوع ده. تخيلي، انا اي ثينك انا كنت يعني so emotional. وفا كده يعني حسيت انه دي اعظم لحظه في الحياه، especially انه انا يعني لما كنت صغيره كان ما كان في تمثيل للسودانيين اصلا في الميديا ابدا. أيوه. ابدا. فانا عملت الاغنيه دي عشان الناس تعرف عن السودان، فلما لقيت الاطفال بيستخدموها في مدارسه وقدام طلبه ما سودانيين، فحسيت بفخر كبير شديد. ايه ده، فين ده؟ امتى؟ لازم تحكي، لازم تحكي القصه كلها. وفي مش اختي، ايه ده، انترناشونال انترناشونال انترمالتي ناشونال جلوبال. دي كانت لحظه رهيبه شديد. انا يا ربي صراحه ما فيش حاجه في الكارير بتاعي تدوهي هذه اللحظه. لا ما تقوليش كده. ولكن انتي سي قوم في قوم في الانسبيريشن الانسبيريشن الإلهام الإلهام. أنا شكلي وملامحي ووزني ما بيطبقوش المعايير النمطية للجمال، فكان بالنسبة لي أنه أبقى الواجهة الإعلامية الحاجة، أو أن حد ياخدني أنه مع ماركات عالمية، حاجة مش مطابقة للواقع، وأن يبقى في مجلات أو كده مش مطابقة للواقع، لأنه ما فيش بنات شبهي بشوفهم كتير. فبالنسبة لي اللحظة دي كنت كده حاسة أنه ازاي انه ممكن، وان المجتمع بدا يتغير، وانه اهميه الشموليه، وانه التمثيل للبنات اللي شبهي بجد يكون موجود. واو. صراحه يعني بجد مصدر الهام فظيع لكل الناس والله العظيم. لما كده لما اشوفك يو دوينج كده بيوتي اند فاشن، بجد حاجه دي بتديني كده من جوا. ايوه لو شديد. يعني لو بجد عمري ما شفت انه بنات خارج صورة معينة أو أيوة قالب. أيوة. معين، وهم دول دايما يختاروا، وهم دول دايما يحطهم، كأننا كلنا معمولين من نفس الهيئة دي، ومفيش. أيوة. أنواع تانية، ومفيش أشكال تانية، وما في أوبشن تاني للجمال إلا لو كان شكلك كده. ودي حاجة برضو يعني هسي بدأت تتغير، بس لما إحنا كنا أطفال ما كنا بنشوفها، فيعني كنا بالنسبة لنا دي حاجة مستحيلة. فعملت تراست إيشوز اليوم، تراست إيشوز بقى، تراست إيشوز وسلف داوت إيشوز، كل الإيشوز كل الإيشوز في العالم. بجد أنا عايز اقول لك ان انا فخوره بك شديد، وانا فخوره بك كمان، وانا ممتنه ان انت موجوده في حياتي، وانا ممتنه ان انت موجوده في حياتي. اوكي خلينا نكمل كلام في البيت، لانه خلاص بقى في ايموشنز كتير. ايوه خلاص في ايموشنز كده النهارده. اوكي شكرا يا جماعه، تصبحوا على خير، باي باي. يلا. Action. مصرة تكون المخرج. وي. طيب قولي لي على انذار الحريق ده، كنت مستعده ليه؟ عندي سؤال ليكي. ايه هي كانت اللحظه اللي حسيتي فيها ان المحل بيسرق؟ يا جماعه محدش سرقنا؟
اللحظة دي أنا يعني عيطت فيها